يا جماعة بالله عليك، ولو حبب إليك ما ترفضش الفرصة، لو حبب إليك ما تطيرهاش من إيدك، اجري. هتبص تلاقي كده شيء قذف في قلبك، ما تصلي ركعتين بالليل، تحس ان انت عايز تبكي من خشيته. طب انا عايز ابكي من خشيته ليه؟ حبب اليه. القلوب ملك مين يا جماعه؟ الله. ولذلك لما تحس ان قلبك قاسي قول له يا رب حبب الي الايمان، زينه في قلبي، قربني منك يا رب، يحببك ان شاء الله. انا اعرف قصه عجيبه قوي يا جماعه، اعرف شاب، الشاب دون كان له امه مريضه عندها السكر، ففي طبيب صحبي كان بيروح يكشف عليها ويقيس لها السكر و ففي مره قالت له يا دكتور الوقت اتاخر وانت ما معكش عربيه، ابني هيوصلك. فصديقي الطبيب راجل متدين، الشاب وصله، ففوجئ ان الشاب مش متدين وبس، مش ما بيصليش وبس، ده بيتريق على الدين، ودي حاجه نادره في بلادنا. قعد يتريق ويقول له يا عم انا عايز ابقى في النار علشان ابقى مع الناس اللذيذه واللي مش انت عارفين الكلام الشباب التعبان. فقعد يقول له الكلمتين دول، فصاحبي اتضايق جدا جدا، فقال له ايه انا هنزل هنا بادب كده وايه وابنازل يعني. فبعديها صاحبي ده سافر السعوديه وفاتت ايام ورجعت ايام ورجع مصر تاني، فام الولد اتصلت بيه قالت له انا تعبانه تعالى اكشف عليا. فبعد سنتين بعيد عنها راح لها فقالت له ايه ابني يوصلك، قال لها لا يا ستي متشكر جدا مش عايز ابنك كتر خيركم. قالت له لا لا الله يخليك، قال لها لا يمكن مش عايز يا ستي. قالت له ده بس بيصلي العشاء في الجامع وطالع يوصلك على، قال لها ايه؟ قالت له بيصلي العشاء في الجامع وطالع يوصلك. فاستنى، فجه الولد فلقى شاب واحد تاني، وجه تاني، نور تاني، حاجة تانية خالص، بني آدم تاني خالص. فقال له طب لا وصلني بقى، فوصله. فبيسأله إيه اللي حصل؟ قال له أنا كنت زي ما أنا لغاية ما اشتغلت في شركة سياحة. شركة السياحة كانت الأول بتودي فرنسا وكده، وبعدين الناس اللي عايزين يروحوا العمرة كتروا قوي، فقلبت سياحة دينية. فلقيت نفسي رايح مكة، وركبت الطيارة ولقيت ناس كلها لابسة لبس إحرام، قعدت أتريق عليهم، ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم؟ زي ما انا بطريقتي المتهكمه. رحنا هناك راحوا كلهم يعملوا العمره، انا بهدومي ماليش دعوه انا بالعمره وماليش دعوه بالكلام ده. وبعدين قلت لنفسي، وكان امتى؟ كان يوم 1 شعبان، يوم غسيل الكعبه. قلت لنفسي ما تروح تتفرج يا عم، يعني تبقى جيت هنا وما شفتش الكعبه دي شكلها ايه، روح اتفرج. فراح يتفرج ولقى نفسه بيقرب وبيقرب وبيقرب وبيقرب، والحراسه محطوطه ما بيدخلش جوه الكعبه غير عدد محدود قوي. وفجاه لقى نفسه واحد بياخد بيقوده وبيقول له ما تيجي ادخلك معايا، واحد من الشيوخ. خده ودخله، لقى نفسه جوه بيت ربنا، جوه الكعبه اللي ما بيدخلهاش ملايين. وفجاه حبب اليه الايمان، وبكى 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 وبكى، وطلع من الكعبه واحد تاني. احيانا يهديك وانت ما كنتش عايز، احيانا يحببك في الايمان وانت ما كانش ليك نفس، ولكن الله حبب إليكم الإيمان.